عليكم ورحمة الله وبركاته. بس يا شباب خليكم معايا خطوة بخطوة، برويكم التحديثات الجديدة للأفرلودات والكنترول الجديد اللي بيكون. الآن تم تشغيل الوحدة، لن تعمل طبعا في المستدي قتل، هذا خاص بثلاجة عرض، في معنا التايمر تأخير. الآن تم التشغيل. اللي حاب أوضحها لكم الآن، في معاكم هنا المتعارف عليه الكوندكتر، طبعا شركة شنيدر. أوكي، بحاول نطفي الثلاجة الآن ولا خليها على أساس الصوت بس. وفي معانا هنا كما تشافون جي في 2M20، هذا مقاس في 21 في 25 في 18 10. هذا يا شباب عبارة عن جهاز أفرلود مع مراقب فاز بنفس الوقت، يعمل عملية إيش؟ إن ارتفع الحمل أو نقص أحد الفازات بيقوم بعملية الفصل كما تلاحظون الآن، تم فصل. اللي يهمنا في هذا الموضوع، أكثر الأوقات يحدث إيش؟ إنه زيادة حمل ويفصل الأفرلود. تمام؟ على طول لا في فني ولا مكان هنا متعارف، بيجي إيش؟ يقوم بالضغط على كوندكتر مباشرة. في هذه الحالة لن يعمل الكمبريسر حتى لو تم الضغط. لماذا؟ لأن هنا في معانا رياش توصيل وليس تحكم فقط، هذا فيه نقاط تحكم ونقاط إيش؟ تشغيل. طبعا يستطيع أن تركب له من هذه الجهة باور لتشغيله وإيقافه. فلذلك هذا له أهمية كبيرة جدا، نقص واحد من الفازات أو شيء على طول متحسس زيادة، يستطيع المعايرة من هنا، تستطيع معايرته بالطريقة اللي تشتهى الأمبيري المحدد. هذا يا شباب بعد ما ركبنا حلينا مشاكل كبيرة جدا جدا في هذا الموضوع. لذلك أنصح كل الشباب بتركيب هذه الكوندكترات أو عفوا الأفرلودات لأفرلود ومراقب بنفس الوقت. لاحظ لن يعمل حتى إيش؟ نقوم بالتشغيل. شوف لم الكمبريسر لن يعمل مباشرة. ما السبب؟ هنا أنا عامل له تايمر تأخير، في أي حدثت مشكلة، وقوف الكهرباء، حصل هاي بريشر زيادة، أي فصل بالكمبريسر من حيث الترمستور، من حيث فاصل الضغط، لن يعود شغل الكمبريسر إلا بعد الوقت اللي محدد له. هنا أنا عبارة عن دقيقة الآن يشتغل. تمام، إن شاء الله وصلت لكم الفكرة. ولا تنسونا من الدعاء، واحرصوا دائما لتشغيل وتجديد المعلومات وتركيب الأفضل. عندما تلاحظ أن هناك عطال كثيرة متكررة، يجب أن تقوم بتغيير بعض الحمايات والتحكم فيها. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.